بلش مشروع لإنتاج فيلم من مادة ضخمة، يعني في فوق 60 ساعة كان. ولبل أنا وعم بشتغل كمان طلبت أشياء زيادة، ف يعني كان في تنسيق، بس هو فعلا الأساس كان هل المادة قابلة للإنتاج أو لا. إذا قابلة للإنتاج مين بده يعملها؟ إذا الشخص اللي بده يعملها كيف بيقدر نفس الوقت يعمل فيلم ما يكون إذا بدك يعني اللي مشاركين بالتصوير المادي كمان ما يحسوا حالهم إنه انغبنوا بأي معنى. فهي إذا بدك مشروع كان له كذا خطوة لا يصير متكامل. أول شيء من ناحية فعلا القانونية الأخلاقية والفنية. من هون يعني الفيلم هو اللي بتشوفيه هلأ 70-71 دقيقة، هن الفيلم. المواد التي لم تستعمل، الأشخاص اللي صوروا بتعود لأنهم وهن لهم حق يعودوا يعملوا فيها أشياء تاني. كان ممكن أنا خلال فترة العمل والمونتاج لاحقا كان فيني أتواصل بسكايب مع، بس حبيت هال إذا بدك اللعبة الخفية، يعني إنه هذا شو عم بيعمله هذيك شو عمله. وحاولت إنه أفهم هالناس اللي عم بتعامل معهم لأول مرة من دون ما من خلال شغلهم مش من خلال حضورهم. يعني ما كان سهل، كل فيلم له صعوبات، بس كمان كان بده درجة عالية من إذا بدك أنا ما تروح لمحل بعيد، يعني لأن أنا كل أفلامي فيها أنا. يعني هلأ هون كيف هالأنا تكون بنحنا، يعني وهي الصعوبة كانت عندي إذا بدك، لأنه أنا منحاز بشكل أعمى للثورة بسوريا، وبقولها وعارفين أنا هلأ وين المشاكل وكيف يعني كيف عم تندار سياسيا من العالم ومن المحيطين. كانت بشيء كمان له علاقة ب يعني فوت قصة السينما كمان بالهذا كمان مظهرت. الحقيقة رجعت لشيء هو خليط، يعني هذا الثنائي اللي عم تحكي عنه بالمشاعر هيك بذكرني بأول فيلم عملته اسمه غياب، بالساحة المعركة إذا بدك وأشخاصها، مثل كأني عملت فلاش باك لفيلم عندما يأتي المساء اللي هو عن مقاتلين بلبنان بعد بفترة السلم ما عندهم شيء إلا يتذكر وهذا. يعني أنا هلأ بشوف هذا الفيلم مثل فلاش باك ل لا لا لشيء عشناه بلبنان، يعني هذا فلاش باك بالمستقبل أكثر منه بالماضي.